مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في لا فيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم الطريقه اللي صيبت بها هاد البيتزا فخوي دماغ اللي كتجي لذيذه في المذاق، سهله في التحضير وحتى في الثمن، كيكون الثمن اللي هو مرفوق لاننا ما غاديش نستعملوا فيها داكشي غالي بزاف. وخليكم مع طريقه التحضير والمقادير اللي استعملت فيها. اول حاجه غادي في مقلاه كيف ما كتشوفوا درت فيها الزيت، الزبده، الملحه، البزار والثومه. اول حاجه غادي نذوبوا ديك الزبده ديالتنا مع الزيت، من بعد ما كنبقاو بيان سور بالبوطه اللي كتكون مهيله باش ما كنحرقوش الزبده ديالنا. هنا من بعد ما كتذوب لينا الزبده بهذه الطريقه كنخلي واحد شويه الوقت اللي كيف ما كتعرفوا كتبدا الا تكرملات لينا ديك الثومه ديالتنا كتعطي واحد اللذه هائله. وهنا ما غاديش نستعملوا لقامه كاريمون، فحنا غادي نستعملوا غير الملحه والبزار وبيان سور الثومه والزبده والزيت. هنا علاش قلت لكم الثمن غيكون مرفوق، لانني استعملت دوك لي ساشي اللي كيتباعوا في لي غروند سورفاس واللي كيكون فيهم فواكه البحر، كيكون الثمن ديالهم رخيص. هنا كيكونوا كونجلي كيف ما شفت، خليتها شويه حتى ديكونجلات، ماشي كاريمون ديكونجلات مي او موان بعدا طلق ليا شويه داك الفخوي دماغ ديالي. هنا كيف ما كتعرفوا بما انهم كيكونوا همايا كونجلي فهما كيطلقوا الماء بزاف، كنخليهم شويه فوق من البوطه. هنا غادي نجيب لاصوص طوماط ديالي، غادي ندير فيها مطيشه كيف ما كتشوفوا، الملح، البزار، زيت العود وتحميره. غادي نبدا نحرك المطيشه ديالي، وهنا فاش كتبدا طيب ليا مطيشه ديالي فانا داك الماء اللي طلق ليا داك فواكه ديال البحر غادي نجيبو، وهو اللي غادي نطيب به، هو اللي غادي نزيد على المطيشه ديالي باش غادي تبنن بداك البنه ديال الفواكه ديال البحر باش كترجع اللذه ديالها زوينه. يعني هذاك الماء اللي غادي تلقاو ليه فخوي دماغ ديالنا ما غاديش نخافوا منه لانه غادي نستعملوه في لاصوص طوماط ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا كنبقاو نزيدوه على مطيشه وحنا كنحركو، وهو مع داك الزبده والزيت فهو كيختار لينا وكيولي اللذه ديالته غزاله. غادي نبقاو نشحرو في لاصوص طوماط ديالنا كيف ما كتشوفوا، وكيف ما قلت لكم هي كطيب وحنا كنزيدو في الماء ديال اللي طلق لينا لي فخوي دماغ ديالنا. غنبقاو على نفس الطريقه حتى غادي طيب لينا لاصوص طوماط ديالتنا، وغادي تختار كيف ما كتشوفوا. هنا انا استعملت لاباط بيتزا اللي ديجا واجده. هنا غادي نجيبو شويه ديال الجبن، الا ما توفرش عندكم تقدروا تدهنوا لاباط بيتزا ديالتكم بالفخوماج. غادي ندهنوا الجبن ديالنا من الفوق، ديك لا كونتيتي اللي شفتوني كنطيبه فهي غدير ليا جوج ديال لي بيتزا. كيف ما كتشوفوا كندهنوها مزيان بالجبن ديالنا، الجبن كيعطيها واحد اللذه زوينه. ومن بعد ما دهنت جميع الجوانب غادي نجيب لاصوص طوماط ديالي. كيف ما قلت لكم فانا غادي نفرق كل شيء على جوج لانني غادي ندير جوج ديال لي بيتزا، وكنبدا نفرق لاصوص طوماط ديالي على البيتزا ديالنا. كيف ما قلت لكم لان صوص طوماط ديالنا طابت بداك الماء ديال فواكه البحر ففيها واحد اللذه غزاله ومعلكه. هنا من بعد ما زدنا لاصوص طوماط ديالنا غادي نجيبو دوك الفواكه ديال البحر كيف ما شفتوها، ومن بعد ما طابوا غادي نفرقوهم على البيتزا ديالنا على هذا الشكل. فهذوك لي ساشي كيكون فيهم شويه من كل حاجه، واو ميم طون الثمن ديالهم ما كيكونش غالي بزاف ومتوفرين في كاع لي غروند سورفاس. كنفرقوا كيف ما شفتوا على البيتزا. هنا عندي
داك السوريمي اللي على شكل اللي داير بحال الكاشير، كنت خديت منه 50 غرام، قداتني في البيتزات بجوج، حتى هو 50 غرام في الثمن ديالها ما غاليش. غادي نفرقوها على البيتزا ديالنا كاملة بهذه الطريقة، ومن بعد غادي نزيد الشامبينيون كيف ما كتشوفوا كنوزعوا على البيتزا كاملة، وفي الأخير غادي نزيدوا زيتون كحل وغادي نجيبو الفرماج ديالنا غادي نديروه فوق من البيتزا. هنا انا درت الموتزاريلا كنحاولوا اننا نوزعوا على البيتزا ديالتنا كامله، ومن بعد ما وزعت الفرماج ديالي موتزاريلا دابا غادي نجيبو الفرماج غوج وغادي نديروه من الفوق، لان كيف ما كتعرفوا فالموتزاريلا هو اللي كيعطينا داك ليفي اللي كيتجبد ديال الفرماج، اما الفرماج غوج هو اللي كيعطينا داك ليفي ديال التحمر من الفوق اللي كيعطي واحد اللون زوين بيان سور، وحتى لذة البيتزا ديالنا. فهنا درت كيف ما قلت لكم الموتزاريلا تحت والفرماج غوج من الفوق على البيتزا ديالتنا كامله، ومن بعد فضروري ما اننا نديرو الزعتر، لان الزعتر كيعطي واحد اللذه البيتزا ديالنا، وغادي نسقيوها بشويه ديال زيت العود. فهاد الاثناء غادي نكونوا سخنا الفرن ديالنا على 180 درجه، غادي نشعلو عليه من التحت شويه حتى تحمر لنا البيتزا ديالنا كيف ما شفتوها، هما لي دو بيتزا اللي انا عمرت من تحت تحمر لينا البيتزا ديالنا، ومن بعد غادي نشعلو عليه من الفوق باش غادي تكغاتينا البيتزا. فالعجين ديالنا ديجا طيب نص طيبه، يعني ما غاديش ياخذ الوقت بزاف باش غادي تحمر لينا لي بيتزا ديالنا. ها هي النتيجه النهائيه من بعد ما خرجتها من الفرن، كيف ما قلت لكم ما غاديش تندموا الا وجدتوها بهذه الطريقه، فهي كتجي لذيذه وبيان سور فهي ما تقمش علينا بثمن اللي هو غالي، وحتى الطريقه اللي باش اللي خدمنا فيها فهي ما خداتش منا الوقت بزاف. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا فو جيم اي فو كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده. شكرا بزاف على المتابعه.